استاذ احمد طبعا احنا بنرحب بيك ومبسوطين ان احنا بقالنا فترة مش بنشوفك وانت مكل الظهور اعلاميا، يعني ليه كده؟ والله مش عارف، يعني ظروف، مش قصد، هي ظروف بس هي اللي بتفرض عليا ده. بس لا خالص، يعني بحب جدا ان انا اطلع واتكلم مع جمهور، وبحب ان انا اسمع الاسئله جدا، بحب ان انا اعرف الناس شايفاني ازاي وبيتكلموا عليا ازاي. فلا الموضوع مش قصد خالص. قبل ما اسالك بقى في الفن، يعني نعناع ده كافيه، امتى احمد خالد هيعمل مشروع خاص ليه مثلا بعيد عن الفن؟ ان شاء الله اول ما يحصل هتعرف على طول. يعني مش راسم لها خطه قوي، ومش حاسبها بوقت بالظبط، بس لا في الدماغ طبعا ان دوت يحصل. دعواتك. ايه الفتره يعني الاخيره بتشوف الفنانين او يعني ممكن والاعلاميين والمذيعين وكل الناس اللي بتعتمد على الشاشه بقى لهم بزنس خالص بعيد عن الشاشه خالص؟ مهم جدا فكره الثبات، لان احنا في الاول وفي الاخر شغلنا برضو مش مضمون. يعني انت مش ضامن ان انت كل سنه هيجي لك حاجه تعجبك تحب انك تعملها. ففكره ان الواحد يعمل حاجه غصب عنه بسبب ان ظروف الحياه وان هو مضطر ان هو يعمل حاجه حتى لو مش عاجباه، فعلى ما اعتقد ده هو السبب اللي بيخلي اغلب الفنانين او اغلب الناس اللي ما لهمش دخل ثابت ومستمر وسيزنال او على حسب وقته بيتجهوا ان هم يعملوا بيزنس خاص. عايز ابارك لك على شقين، الشق السينما يعني بس ما شاء الله انت عملت دور صغير في تلتيمس بس معلم مع الناس، العارف، وده كان مفاجاه يعني بالنسبه لي انا، وانا يعني متابعك من زمان جدا. فالعارف انت شفته ازاي؟ واحمد عز ومحمود حميده وكارمن بصيص، يعني وانا كنت في العرض الخاص وشفت الناس مبسوطه بيه قوي. لا الحمد لله، فيلم مهم جدا جدا بالنسبه لنا في السينما. فيلم كان ممتع بالنسبه لي وانا بعمله، وكان ممتع قوي بالنسبه لي وانا بتفرج عليه. استاذ احمد علاء المخرج عمل حاجه مبهره جدا، واحمد عز يعني نجم مبهر كالعاده، استاذ محمود حميده الشغل معاه كان ممتع ومحفز ومعلم. فلا تجربه كانت مهمه جدا بالنسبه لي وتجربه مختلفه، ومبسوط قوي الحمد لله بان هو حقق الايرادات الحلوه دي، وان هو في رد فعل عند جمهور بالجمال ده الحمد لله. عايز اعرف رايك من شقين، الشق كانت جمهور، يعني شفت ازاي السينما المصريه فيها 8 افلام او 9 افلام السيزون ده بينافسوا بعض وانت في 2 منهم، يعني شفت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كرم من عند ربنا، كرم من عند ربنا وسعي واجتهاد. بس هو قبل اي حاجه شخصيه هو كرم من عند ربنا خالص. في السينما عموما العارف، لا العارف الحياز يعني عشان انت فيه ولا خالص؟ العارف سابق من ناحيه الاخراجيه، هو سابق سابق الافلام اللي احنا بنعملها الفتره دي كاكشن وايز وكفكره وكانفتاح على الاخرين. فيلم مهم زي ما قلت. اخر سؤال عشان هما بيقولوا لي بسرعه، يعني الادوار المركبه انت بتميل ليها بقالك فتره بتظهر كده، هل الادوار المركبه دي في دماغك يعني وانت يعني مترجطها، ولا دي بتيجي كده وانت بص يعني انا بالنسبه لي كمحب للمهنه وكمحب للصناعه ومحب للي هو بيعمله، انا بحب دايما ان الموضوع يبقى فيه شويه تحدي، ما يبقاش سهل ان هو يتعمل. فيمكن دوت هو اللي بيجذب ليا وبيجذبني للادوار المختلفه او المركبه زي ما بتقول، بس مش قصد قوي على قد ما هو حب التحدي. هل هنشوف حاتم الجزء الثاني؟ حلو قوي السؤال ده، الله اعلم. الله اعلم، يعني فعليا الله اعلم، لان هو حاجه مش باختياري على قد ما هي اختيار منتجين ومخرجين، فالله اعلم. شكرا جدا، ميرسي ليك، ميرسي ليك، دعواتك، تسلم لي يا حبيبي، ميرسي.